حياكم الله من جديد. قضيتنا الأولى ربما لا يكاد يكون صاحب مركبة إلا وقد مر فيها مرة واحدة كحد أدنى وربما مرات متعددة إذا كان يقود نفس المركبة. مشروع الفحص الدوري للسيارات مشروع قديم يمثل اشتراطا أساسيا لا يتم منح تجديد رخصة الاستمارة للسيارة إلا بموجبه، وهدفه الرئيسي ضمان هذه المركبة بأنها تمشي في الشوارع بشكل سلس ومنظم وبلا عيوب. ورغما عن هذا كله لازلنا نشاهد في شوارعنا عشرات السيارات المتهالكة وجميعها يحمل ملصق الفحص الدوري للسيارات. الزميل خلف الخميسي صال وجال في محطة الفحص الدوري وأيضا رصد ورش الحيلة والتلاعب في سياق التحقيق التالي. ناس تعيش على مشاكل ناس تانية، هم ناس تترزق على أي مشكلة على أساس أنهم يحلونها لكن بفلوس. لو ما في مشكلة ممكن يطلعون لك بسيارتك مشكلة. موضوع أنك تدفع فلوس علشان أنك تخلص معاملة صار شيء طبيعي عند المكان اللي زار فريق برنامج قضية رايعة. مقصات، مساعدات، كراسي ماكينة، أي شيء ما عدا الجير والماكينة. في شرق الرياض والتحديد عند محطة الفحص الدوري للسيارات شفنا عمالة من جميع الجنسيات شغالة على موضوع أمشي أمور سيارتك عشان تنجح بالفحص والرزق على الله. هذا يمني 4-5 مرات عند اليمني صلح على مزوليتي، قال أنا بودي لك السيارة، قلت لا لا ما عاد باك تودي السيارة، أنا بوديها السيارة ووديها وخرج الله وقولها كذا له فشل. أنا مميري لدعيك وأرجع مرة ثانية تجي الضاربة ما أصلا تشتكي ما تقدر. رجعنا ما معنا الا الصبر وقول اصلح مره ثالثه ورابعه وسكر لين تسكر الدوام نروح لنا البيت بالغادر. الله يجزيكم بالخير العافية. طبعا في ناس تشتكي من تعقيدات الفحص الدوري وتقول ان الورشه تصلح السيارات والفحص يسقطها بالاختبار. خلونا نشوف رد الفحص الدوري. هي المشكله في بعض او في وعي بعض اصحاب المركبات او اصحاب السيارات، يعني ممكن انه يعتقد ان الورشه هذه طريقتهم الطريقه اللي يتعاونوا مع الورشه فيها انه بيكون مثلا انه هو كسبان او هو ربحان مجرد انها اجتازت سيارته. يعني مثال في قصه صارت قبل فتره، يعني انه احد الاشخاص سيارته فاشله في 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 عده بنود، فقال انا راح اوديها الورشه وراح انجحها بدون ما اصلح. يعني استغربت أنا من كلامه وتعجبت، فلما راح جاني بعد فترة بعد ما خلص من الفحص جاني قال أنا أجتزت الفحص. قلت له تفضل خلنا نشوف السيارة ونشوف بنود الفشل اللي كانت عندك. فلما نزلت أنا وياه مشينا على بند لقيته إن صاحب الورشة مصلح كل البنود. فأقول له طيب صاحب الورشة مصلح كل البنود، يقول أنا دفعت له مبلغ وقدره، مع العلم إن جزء لو صلح صاحب السيارة لو صلح بنود الفشل بنفسه يمكن ما يكلفه ولا ربع المبلغ اللي دفعه صاحب الورشة. فالله هي يعني جلس منصدم يناظر السيارة ويناظرني وحاس انه فعلا يعني صاحب الورشة لعب عليه. يعني اصحاب الورش يقولون ان الزباين يدورون على الرخيص واللي يمشي الحال. هذا الورش بيصلح اي كلام، لكن ما في اي كلام. هو قدامك الحين انا جبتها وهذه مغيرنا الحين، هذه بوهية الفحص، هذه البويه الصفراء، هذه بويه الفحص. الحين نحن قدامك هذه غيرناها. هاي مشي حالك اذا ما بحسب الزبون. الزبون دارس دار تجاري حسب وضع الزبون، يعني مشي حسب الزبون. يعني بعض الزبائن يطلب من عندك انك تخلص بعض الحاجات مش حالك. ايه في بعض الزبائن بس انه الفحص لازم يبغى حقه. القطع اللي تحتاج للغيار نغيرها. القطع اللي للتصليح نصلحها. يعني على السياره وعلى الخراب اللي في السياره. وش المشاكل تواجهكم برضو زي؟ ما في مشاكل زياده، مشاكل ما في زياده. الزبون نشتغل ويروح لحاله. طيب الزبون يطلب من عندك انك تركب قطع تجاري عشان تمشي امورك؟ وعمل على شرطه هو اللي يجيب القطع، احنا اللي نشتغل هنا، هو اللي يجيب القطع كمان.
احنا المهم هنا في قبل. اغلب المراكز اللي هنا متوفر فيها قطع تجاري ولا اصلي؟ كل عملوا على حسب الزبون، طلب الزبون تجاري اصلي كل ايش ما يبغى فيه موجود كل القطع. ما عندنا مشكله لانه الزبون هو اللي يشتري القطع، احنا ما علينا الا الركب. محمد كم لك في المهنه؟ 4 سنوات. طيب 4 سنوات، خلينا نقول لك الفكره، الناس تشتكي تقول اصحاب الورش يصلحون شيء مش حالك عشان بس ينجحون بالفحص. والله هذا كل عملك على الزبون نفسه، في شغلات مشي حالك وفي شغلات يعني لازم تضبط حتى في الفحص نفسه، يعني في شغلات قطع غيار لازم تغيرها، في شغلات يعني زي التهريبات ما تهريبات ممكن تنظفها وعدت بالفحص، لكن ما هي مضبوطة، لكن زي ذراعات مساعدات فرامل هذه لازم تضبطها مضمون 100% ولا ما تعدي في الفحص، يعني هذه شغلات فيه وفيه. صح يعني بعض الناس ما يستوي، في ناس خرابيط وفي ناس يصلحوا وفي ناس ما يصلحوش، بس بالنسبة لورشتنا غير كل شيء جديد. طيب الحين يوم تجيك ورقة حقت الفحص وفيها الأخطاء التالية، في بعض يقول تعال ركب لك قطع غيار وإذا خلص أرجيك مرة ثانية. لا هذه ما في عندنا مرة، ورشتنا ما في مرة نهاية. طيب مرور الرياض كان له رأي آخر في الموضوع. السلامة المرورية يجب أن تتحقق من خلال هذه المركبة. في الواقع الآن الاعتماد الرئيسي في التنقل من مكان إلى مكان آخر هو المركبة، وهي الوسيلة تقريبا الوحيدة في التنقل من مكان إلى مكان آخر. هذه الوسيلة لم يكن هناك اهتمام فيها ولم يكن هناك صيانة لها بشكل دوري وبشكل أسبوعي، فسوف يعرض الشخص نفسه وعائلته للخطر، ومن هنا يجب في الواقع الاهتمام في المركبة كوسيلة رئيسية لتحقيق السلامة المرورية. عندما نحقق سلامة المركبة من ناحية الجودة، من ناحية الصيانة، من ناحية الاستخدام الصحيح لها، سوف إن شاء الله نحقق السلامة المرورية. نجد للأسف أن البعض يقوم في أخطاء يرتكبها بأن يروح لبعض الورش ومن ثم يبدل الإطارات بإطارات وقتية بأجار معين بعض الورش، ومن ثم يقوم بفحص هذه المركبة على أن تتجاوز الفحص الدوري، ثم يرجع مرة أخرى وركب الكفرات السابقة التي تكون فعلا منتهي صلاحيتها. ونجد للأسف أن بعض الحوادث المرورية تقريبا 13% من الحوادث هي ناتجة عن استخدام السيل الإطارات وعدم صيانتها. يجب أن يعي كل إنسان ويدرك بأن سلامته وسلامة الآخرين معه هي قائمة على مدى استخدام الصحيح للمركبة. طبعا كثير من أصحاب الورش يتهمون الزبائن بأنهم هم اللي يطلبون القطع التجارية عشان بس تنجح سياراتهم بالفحص. خلال هذه المهنة يعني هم يتهمون الورش، يقولون والله أصحاب الورش بعضهم باختصار يلعبون أنه يمشي الحال عشان تنجح السيارة وبعدين بكيف الزبون. والله في يعني أغوال زي دي، في ما أقول لك ما هي أغوال زي دي في، لكن إحنا ما منفذة عندنا هنا. بيجيك زبون بيقول لك أنا السيارة بايعها وما بايعها وأبي أمشيها، فالفحص ما بيقبل منك حتى زي دي لأنه أكيد بيكون بخ عليها أو بيكون معلم عليها، إذا ما غيرته وإذا ما صلحته ما بتكتس. طيب عندكم عملاء مع شرطية حق السيارات؟ والله في عملاء لكن بيجوا زباين بيجوا، لكن حسي حاليا حسب الأوضاع دي يعني قلوا بحكم إنه يعني بحكم القرارات يعني أول فيه شرطية ويبيعون يشترون، لكن الحين هذا أصلاً أنت راكب مسمار كبات تأخذ المسمار قد ركبته، هذا يعني شيء والله كفر الله أعلم. بس إحنا عندنا هنا سيانة هذه فيها قطع غيار وفيها كل شيء وفيها إدارة صح، ممنوع حتى من راعي الورشة نفسه. صاحب المركبة لابد أنه يكون عنده وعي للجانب هذا، حتى أنه لا يثق في أصحاب الورش أكثر من الفحص الدوري، لأن الهدف هو سلامة المركبة وليس اجتياز المركبة. بعض المواقف أو الأشخاص يرغب في أنه مركبته تجتاز بغض النظر عن سلامتها، فأحيانا يذهب إلى صاحب الورشة يأخذ منه مبلغ على أساس أنه يمكن قيمة الإصلاح حقة العطل أقل من يعني 25% من قيمة المبلغ اللي معطيه صاحب الورشة، فمن باب أنه يبغى بس يستعجل وأنه يسرع ممكن يدفع له المبلغ هذا على أساس أنه هو عادي يصلح بنفسه ويكمل إجراءات الفحص.
عزاز شاب باكستاني جاي يفحص سيارته ودردشنا معه عن فحص السيارات. اسمه عزاز وابوي شغال في المعارض سيارات، نشتري السيارات ونبيع، وشغل عن سيارات على حسب السيارات، يعني في فرامل، في اشغال بسيطه ما يكلف زياده، في اشغال زياده يكلف. كم لك انت الوقت شغالين بهذا الشغل؟ والله كثير يعني، ممكن 20 سنه. 20 سنه ممكن. طيب وش الحاجات اللي ممكن خربانه وتمشي على الفحص ما ينتبهوا لها؟ لا لا لازم ننتبه على الاشغال، يعني بالفحص يشيك على كل اشغال، كل اشياء يشيك عليها. وش الاشياء تخرب على طول؟ فرامل، كفرات، ميزان كذا، وزنية الكفرات بس. يعني انت بالفحص هل السيارة يوم دخلها اول مرة وثاني مرة بدون ما تشيك عليها تدخلها تنجح مرة ثانية؟ والله مو على كل حال، يعني السيارة اذا كانت جديدة يعني اكيد بالفحص تمشي، بس اذا كان فيها مثلا فحمات، اشياء خفيفة على القزاز، انوار، يعني اشياء تخليك ترجع الورشة 20,000 مرة، غير كذا الامور ان شاء الله سهلة. اكثر الاشياء اللي تخرب عندك يعني بالسيارة؟ فحمات والكربون وما الكربون، غير شيء طبيعي. قابلنا واحد يشتكي من تعقيدات الفحص الدوري وسمعنا شكواه. بالنسبة لي أنا شغال بدار صلة، دخلنا السيارة هذه الفحص الدوري ورجعت شغلات من ضمنها كفرات يقولون ودخان ولحام شكمان. بالنسبة للكفرات ما فيها أي شيء، ما فيها أي عيب، تشوف لا ممسوحة ولا شيء، يقولون فيها كفرات، هذه مشكلتنا. الكفرات المتغيرة ولا محبلة؟ ما هي محبلة. بالنسبة للدخان يقولون فيها دخان، سيارة ما تصرف ولا تنقص زيت، يقولون فيها دخان وفيها كفرات. فحصنا عند الميكانيكي هنا وعند الكهربائي؟ فحصنا الدخان ما فيها. طبعا قبل لا يمشي كانت سيارته تهرب الزيوت من كل مكان، وهم كانت فيها صرفية وتدخن، عكس الكلام اللي قاله لنا. في أشياء بالفحص يطلبونها وهي ما صحيحة؟ والله بعض الأشياء، يعني عندك انحراف السيارات دي، وزن الأزرع ده أساسا الوكالة جايباها يا فاتحة 5 سم يا قافلة 5 سم، بحيث أنه السيارة تجي في حالة انسيابية. فأنا أصل الفحص عاوزينها الفتحة الأمامية نفسي اللي هناك، فبتجيب انحرافات وهنا عندهم ناجحة، لكن الوكالة يا تفتح 5 سم يا تقفل 5 سم، بحيث انه الاطارات تكون في حالة انسيابية. ده الشيء انا اللي شفته عارفه. من اكثر المشاكل في السيارات اللي واجهناها او عند اصحاب الورش يقولون انحراف العجلات الامامية. اصحاب الورش يقولون انه هذا الانحراف شغل وكالة، انتم تقولون العكس. اجهزة فحص انحراف العجلات في الفحص الدوري هي اجهزة يعني هي قياس عالمي، نسبة القياس فيها قياس عالمي، تقيس جميع أنواع السيارات، ليس نوع عن نوع أو ماركة عن ماركة. في القياس هو قياس عالمي موحد، فحنا نقيس على هذا الأساس. أصحاب السيارات يقولون المشكلة عند الفحص الدوري، الفحص الدوري يقولون المشكلة عند الورش، الورش يقولون الفحص هو سبب المشكلة. المشكلة وين؟ هي المشاكل، هو يعني المشكلة اللي هي تبديل أو تأجير القطع، وهذه تعتمد على وعي صاحب السيارة، صاحب المركبة، لأن صاحب المركبة لما يستأجر قطعة معينة تجتاز السيارة لكنها ما تحقق السلام. الجانب هذا ذو شقين، هي مشكلة مش مشكلة ورش، هي مشكلة ورش ومشكلة توعية لأصحاب السيارات، أصحاب المركبات. الجانب هذا يعني حدينا منه بشكل كبير من ناحية الرقابة ومن ناحية أهم البرامج التوعوية. أسعار الورش اللي عند الفحص الدوري يمكن نقول عنها أنها غالية شوي، لكن خلونا نشوف وش السبب. هذه الورقة الآن إيش فيها غير الفرامل الآن؟ فيها فرامل بس، هنا شايف فشل فرامل. الآن تغيرت لمبة ووزنت فرامل، كم السعر؟ 160 ريال. اللمبة كم ركبتها؟ اللمبة بريال. التركيب؟ التركيب 10 ريال. وش وزنية الفرامل؟ فرامل ب50 ريال. ما تحس انها غالية شوي؟ لا ما غالية. وزنية 50 غالية شوي؟ ما غالية، ما وزنية بس. الكفر برا فكيناه ونظفناه. معقولة فيها يعني. وزبون يعني بتاع المعرض يجي هنا ضافها لها. يعني لو غير زبون كم تاخذ عليه؟ برضه اخذ على نفس السعر. يعني زيادة 10 20؟ والله ما انا ازود عليه. سأل فريق العمل اصحاب الورش عن حملات الجهات المختصة، وهذا كان ردهم على السؤال. ايوه في عندنا حملات، وعندنا
كلنا مقيمين الحمد لله. الحملات من اي جهه اللي تشرف عليكم او دائما تجيك؟ والله بس زي البلديه زي الجوازات، في حراس هنا جوا يحموك تخش داخل ويحموك مثلا تعمل غلط، ولا طبعا بيتكلموا معك دي جهات المزوره طبعا. الآن يتم فحص المركبة في الأجزاء السفلية، يتم فحص نظام التعليق ونظام التوجيه في المركبة، بالإضافة إلى الإطارات، بالإضافة إلى أكثر من 24 بند سفلي، وهذه تعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل فحص المركبة، وبعد ذلك يتم إدخال جميع بنود الفشل. إذا كانت هناك بنود فشل يتم إدخالها في الجهاز. الآن بعد انتهاء عمليات ومراحل الفحص، يتم في حال اجتياز المركبة يتم وضع الملصق، ملصق الفحص، ملصق الاجتياز، وتسليم الشهادة، شهادة الاجتياز.